سادس سنة على التوالي نعمل حفلة لتسليم جهاز عرايس. الحقيقة احنا مسمينه مشروع تسليم جهاز عرايس لان المشروع ده بالنسبة لنا مهم جدا، كل سنة لازم نعملها. موضوع فتح بيت جديد ده من اهم اولوياتنا في مؤسسة دنيا جديدة، بالاضافة لكل المساعدات اللي احنا بنعملها، مساعدات شهرية، علاج، غريمين، مشاريع صغيرة. لكن بيجي بقى موضوع مشروع جهاز العرايس دوت بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، بنفتح بيت جديد للناس. الناس زي ما انت شفت النهاردة كانوا فرحانين باستلام الأجهزة بتاعتهم، بندي كل عروسة غسالة وتلاجة وبوتاجاز تقدر تفتح بيهم بيت. الحمد لله يا رب كانت يعني حفلة موفقة الحمد لله. هذا حق بسيط من الذي لديه المال إلى من لا يملك المال، إن احنا نساعد بعضنا، نتكاتف ونتعاون مع بعضنا. دنيا جديدة جمعية قامت على الرحمة وقامت على تقديم الخير للناس. النهاردة بتوزع لعشر عرايس جهاز مكون من ثلاث قطع كهربائية، التلاجة والغسالة مش عارفة ولا البوتاجاز. ده في حد ذاته تعاون على البر والتقوى، تعاون للرحمة وزرع المحبة بين الناس وبعضها. التكريم ده في حد ذاته بيعتبر مساهمة في الحياة الزوجية، مساعدة الشباب على تكملة مسيرة الحياة بالنسبة لهم، وتخفيف بعض العقبات اللي هم بيواجهوها في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. واحنا بنعتبر ان ده حق من حقوق الناس دي علينا، ان احنا نقف جنبهم في سبيل تكوين أسرة صالحة وإتمام الحياة الزوجية. أنا طبعا اليوم ده مش عارفة، مش عايزة أدي سعادتي لحد، يعني من ناحية اللي أنا هجوز بنتي والحمد لله، وبشكر دنيا جديدة وبشكر العاملين فيها وبشكر رئيسها اللي هو شاف الناس اللي زي حالاتنا احنا ومدلهم ايدهم بالحاجات الكهربائية، والبنات ربنا يسعدها يا رب. أنا بشكره 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 وبشكر كل الجروب اللي قام وساعدنا بموضوع الأجهزة الكهربائية بتاعت البنات. بنتي مبسوطة جدا طبعا من كتر فرحتها، هي عمالة تعيط، أنا بضحك هي بتعيط، يعني ما كانتش متخيلة يعني اللي هو ممكن حاجة زي كده تحصل، يعني إلا بعد كام سنة تاني عقبال ما احنا نشوف دنيتنا أو نخش لها جمعية أو نشوف حد يتبرع. فالحمد لله استجابوا دنيا جديدة لينا. We'll be right back.